السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في قناة الاتحاد القطري لكرة السلة ودوري المفاجآت. طبعا كانت أكبر مفاجأة امبارح فوز نادي قطر على نادي السد، ودي طبعا كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا كلنا، أن نادي السد طبعا كان بادئ الدوري بثلاث انتصارات متتالية وكان متصدر الجدول، وكان نادي قطر بادئ بثلاث هزائم برضو متتالية وكان في آخر الجدول، لكن امبارح تحقق أو حقق نادي قطر المفاجأة، وده يمكن اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من قبل، ان رجوع المصابين وبرضو بعض دعم الفريق ببعض العناصر الجديدة هيغير من نتائج الدوري. ولو احنا بصينا بقى على الموقف الدوري لحد الوقت وموقف الفرق فيه، هنلاقي ان في المقدمة بيتصارع ثلاث فرق بيتصارعوا بخسارة واحدة بس، يعني طبعا كان الفرق كلها خسرت مباراة واحدة، وده برضو من ضمن يعني الحاجات الغريبة ان مفيش لحد الوقت فرقة ماشية على طول بدون هزايم، واحنا لسه برضو ما انهيناش الدور الاول. نلاقي نادي الوكرة لعب ست مباريات خسر في مباراة واحدة وكسب خمس مباريات، نادي الشمال لعب اربع مباريات فاز في ثلاثة وخسر في مباراة، نادي الاهلي لعب اربعة برضو فاز في ثلاثة وخسر في مباراة واحدة. يجي بعد كده طبعا في فرقتين تاني جايين وراهم، نادي السد بعد ما كان هو المتصدر فوق خسر مباراتين وفايز في ثلاث مباريات، ونادي الغرافة برضو بعد خسارته أمس من نادي الوكرة يبقى خسر مباراتين وفايز في ثلاث مباريات. وطبعا زي ما قلنا من شوية ما ننساش نادي العربي، نادي العربي هو بطل كاس قطر، وطبعا كانت البداية بتاعته مش موفقة بأن هو خسر ثلاث مباريات ومكسب مباراة واحدة، ونادي الخور طبعا طالع لفوق، ولكن الحظ يمكن برضو جه ضده في الآخر، أنه هو كان بدأ كويس بوجود المحترفين لكن أحد المحترفين عنده اتصاب، ويمكن النهاردة هو بدل واحد من المحترفين واستعان بمامادو مكانه. يجي طبعا ما نقدرش طبعا ننسى دور نادي قطر أو المفاجأة اللي فجرها لنا امبارح بفوزه على نادي السد، وكده يعتبر هو ساب مؤخرة الجدول. ويجي طبعا في النهاية نادي الريان، النادي المكافح اللي هو بيلعب باللاعبين الصغيرين نظرا لظروف الإصابات اللي عنده. النهاردة طبعا احنا معانا مباراة نادي العربي ونادي الخور. نادي العربي زي ما قلنا هو بطل كاس قطر، وهو بيسعى ان هو ياخد مكانه فوق في الجدول، لكن هو طبعا هو خسران ثلاث مباريات ولكن عنده امل، وطبعا زي ما انتم عارفين ان الدور طويل ولسه احنا في الدور الاول، فمتاح او يعني كل الاحتمالات متاحة بالنسبة للفرق، ونادي العربي فريق كبير ويستطيع ان هو يقدر يرجع للدوري. ومعانا نادي الخور اللي هو النادي الطموح اللي عمل مباريات هائلة وقدر يفوز في مباراتين، ونادي الخور يعني نقدر نقول ان هو بيسعى ان هو يتواجد مع الكبار في المنافسة. النهاردة ان شاء الله نتعشم ان نشوف مباراة قوية، وزي ما قلنا جميع الاحتمالات واردة، لكن نادي العربي بيسعى لعدم الخسارة للحاق بمكانه فوق، ونادي الخور بيسعى ان هو ياخد مكان وسط الكبار. وطبعا نادي الخور طبعا هو نادي من الاندية اللي ان شاء الله يعني نتعشم ان نشوفهم فوق، والدوري ان شاء الله يشتد منافسة، وده طبعا هيكون من حسن حظنا جميعا ان احنا هنستمتع بدوري يكون قوي. لكن انا ما اقدرش يعني ليه تعليق، بفكر حضراتكم ان الدوري او الفرق بيختلف نتائجها بشكل مفاجئ نظرا لقلة عدد اللعيبة في الفريق او الاصابات، وطبعا لذلك انا نتوقع جميعا ان الدور الثاني هيختلف عن الدور الاول لو رجع طبعا مصابين نادي الريان، ورجع مصابين نادي الغرافة عبد الرحمن سعد، ورجع مصابين تلا في نادي العربي،
وفي محمد هاب في الوكره، وفي يعني جميع الفرق تقريبا عندهم. نادي الشمال عنده مجموعه يعني عنده ناس مصابين، طبعا هيفرق جدا في ادائهم. وبدات المباراه دلوقتي، والكوره مع مصطفى لاشين. مصطفى بيسلم لخالد، خالد لسامي. سامي لعيب خبره كبيره جدا طبعا، نزل باصه باونس باص لويست. ويست طبعا لعيب طويل، لكن لعبها طبعا سهله، مع ان انا توقعت ان هيحطها دنك في الحلقه، لكن ويست خد فاول شوتينج هيشوطه بالستايل بتاعه طبعا. يعني هو طبعا الستايل ده يعني انا بنصح اللعيبه طبعا، ويست لعيب قوي جدا وسريع وبنط عالي، بس يعني انا ليه تعليق على ستايل الفاول شوتينج ده، لا هو شاط الاثنين وضيع. طبعا دول ممكن يفرقوا معاه في نتيجه المباراه. جيفري مع الكوره، جيفري تعمل عليه دبل تيم من خالد وسيجي احمد هشام، ايوه، واحمد البهاري شاط، لكن مع الاسف ما بيسجلش. انا شايف ان البهاري طالع مع سيجي من اول الملعب، ماسكو مان تو مان من اول الملعب. خالد هو اللي دلوقتي مع الكوره. انا شايف ان نادي الخور بيلعب مان تو مان. خالد عدى من بوبو، سيجي ويست 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 1 1 سامي. سامي استلم الكره، باقي 6 ثواني، سامي بيشوت 3 بوينت وبيسجل. طبعا خبره سامي لا يستهان بها، بيسجل 3 نقاط. جيفري، جيفري واضح ان العربي بيلعب بريس من اول الملعب، وبيلعب على اللي معاه كره دبل تيمينج. جيفري مع الكره، جيفري 1 3 1 1 3 1 نادي العربي، نادي العربي بيلعب 1 3 1. يا ترى هيعمل ايه الخور؟ جيفري، احمد هشام بيطلع بوبو سكور، بيسجل طبعا. هي ما كانتش عايزه تنزل، لكن ويست حاول يطلعها لكن ما عرفش. سيجي ومع البهاري، ويست عمل له بيك، وخالد هيشوط لكن ما بيسجلش. جيفري طلع ترانزيشن، لا هدا 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 مامادو، الراجل ده جاي مكان المحترف وبيقول لنا انا موجود وانا ممكن اسد. هنشوف مامادو هيعمل ايه. سامي مع الكوره، لحد دلوقتي المتقدم الخور. سامي بيشوط، مصطفى لاشين يضيع، لكن ويست طبعا عملاق تحت الحلقه، عمل ريباوند وكمان خد فاول وهو بيسجل، يبقى شاطر. جاب الاثنين، جاب 2 بونت ولي 1 مور. ويست هيشوط الكره، يا ترى هيسجلها المره دي ولا هيعمل ايه؟ برضه ما سجلهاش، يبقى كده 3. جيفري ومعاه سي جي. سي جي لعيب قوي جدا ولعيب منظم وبينفذ فكر مدرب. جيفري ويضيع، لكن بوبو بيعمل فولو دانك. بوهاري ارتكب فاول ضد خالد رشدي. برافو يا بوبو، عمل كوره من الكور المحببه للجماهير. سيجي لخالد، خالد رشدي. شايف انا تعليمات الكابتن حاتم بيقول لهم يعني حاولوا تفتحوا. هيعمل ايه؟ ويست طلع لسامي، هيشوط دخل سامي للاخر وخلص بسهوله جدا. الراجل ده يا جماعه بيعمل السهل الممتنع. جيفري ومعاه سيجي، يعني لعيب مدافع صعب جدا. وبرضه شاط بوبو لكن ما جابش، وحاول احمد، حاول مامادو لكن ما عرفش يلم الريباوند. خالد راح ترانزيشن، لكن رايح فين يا راجل ده موت. جيفري طالع بسرعته، جيفري وسامي، ويست جابها له من السما، جابها له من فوق خالص. بلوك شوت. الكابتن جاسم بيتكلم مع كابتن سيف الدوسري. بوهاري لعب لجيفري، بوبو
بوبو الجفري لكن الكرة بتيجي في ايد سي جي والحكم بيحسب اوتسايد لصالح نادي الخور. انا شايف المباراة بدأ بداية قوية والسكور لحد دلوقتي 7-6 العربي. مامادو بيسجل الثانية. الراجل ده دي تاني ثلاثية لي يبقى راجل مفيد ويعني بيعود مكان المحترف، لكن يا ترى هيكمل بالأداء الجميل ده ولا لا. أنا شايف الخور دلوقتي بيلعب زون، الخور رجع زون. أيوة هيعمل إيه؟ ويست 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 هيضطرب عليه فعلا 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 فعلا، لكن عمل ووكن ويست، ويست عمل ووكن. يبقى الخور رجع في 2-3 ديفنس دفاع المنطقة. جيفري مع الكرة بيهدي الملعب. أنا شايف الكابتن مصطفى الدكتور مصطفى بيقول لهم دبل وان. جيفري عمل له ستاجر سكرين وبوبو داخل، والراجل ده شوت تالت لكن مش شكلها مش هتوصل. فعلا ما وصلتش. سامي سي جي الراجل ده شوتر يا جماعة، شوتر فعلا. سي جي بيسجل 10-9 لصالح نادي الخور. لحد دلوقتي بوبو لسه مش في مستواه. مهاري لبوبو. بوبو مميز بالجامبو عالي جدا يعني، فهو يعني قريب بالحلقه هيسبب مشكله برضه. مهاري شاط لكن ما يسجلش. مصطفى لاشين بيلم ريباوند من قدام احمد هشام، ويست طالع بسرعه. سامي هيعمل ايه؟ والزون رجع الزون. ويست دخل فردي، لكن زي ما قلت لكم هو بوبو كمل عليه عشان ما تحسبش وان مور، وده طبعا يعني حاجه ذكيه جدا من بوبو. بس المشكله بقى ويست سجل بقى، يعني دلوقتي اكيد الكابتن حاتم بيقول يا ريت يسجل، يعني لعيب بالامكانيات الجميله دي ناقصه بس يظبط الحته دي. الرابعه يعني هي دي مشكله، يعني لازم طبعا لما يكون لعيب عندنا مميز بالشكل ده لازم نشوف له حل في موضوع الفاول شوتينج، لان كده ضيع 4 نقاط. طبعا هو سجل حاجات تانية، لكن هو لعيب زي كده المفروض ان هو يبقى اعلى من كده بكتير. برضه الخمس فاول شوتينج ما جابهمش. الكره مع جيفري بوبو داخل بقى بقوته وبسرعته، لكن ما يسجلش. في اوت لكن في قتال تحت الحلقه. انا شايف يعني مامادو وشايف احمد هشام بيحاولوا. بوهاري هيطلع الاوت من تحت الحلقه. مامادو يا كانت جايه بس مع الاسف حظه مش حلو، لكن الكره شكلها رايح. جيفري هيعمل ايه؟ جيفري وسلم احمد هشام، لكن اوت سايد على احمد هشام. انا شايف نادي العربي لسه برضه ما دخلش الجيم. سامي بيقول لعبت وان ويست وسامي لف هيستلم. والراجل ده يا جماعه البيز لاين بتاعه، الراجل ده لو اتساب عنده يعني قدره على الدخول على البيز لاين بشكل جميل جدا. مصطفى لاشين دخل من على البيز لاين ويتقدم العربي 11-10. جيفري ومعاه خالد وبوبو عمل سكرين. جيفري بيحاول يلف من سامي ودخل مامادو، لكن اتعمل معاه فاول. طبعا زي ما لسه كان مصطفى عمل برضه دخل قطع من على البيز لاين، نفس الحكايه قطع مامادو من على البيز لاين وسبب مشكله لدفاعات نادي العربي. انا شايف دلوقتي تغيير، شايف محمد نايف من نادي الخور نزل وطلع احمد هشام بيسجل مامادو. انا شايف مامادو بصراحه لحد دلوقتي اداؤه يعني اداء كويس، وبيسجل يعني تقريبا اكتر من 8 بونت دلوقتي.
يعني اغلب السكور مسجله مامادو موفق جدا. توسي من نادي الخور، هنشوف بقى نادي العرب هيعمل ايه. الراجل ده دخل برضه، وهو يعني الراجل ده ما يسابلوش لاين، لان الراجل ده قطعته مميزه وعنده الفينشنج من تحت الحلقه بيبقى مميز جدا. مصطفى لاشين لعيب كويس، هو لاعب منتخب قطر من اللاعبين المجاهدين المجتهدين في الملعب. جيفري بوهاري هيشوط ولا يدخل؟ دخل الراجل ده لغايه الاخر وسجل. بقول لكم يا جماعه مامادو يعني عامل ماتش جامد جدا. سي جي لسامي، يا ترى خالد هيشوط؟ يا خساره، حظك وحش يا خالد، يعني زي ما بنقول كده دخلت وطلعت تاني. جيفري وباصة صعبة، لكن خالد بيقطعها في الطريق وتبقى أوتسايد لصالح نادي الخور. بوهاري بوبو جيفري هيشوط وسجل. فيس تو فيس، شاط في وش مصطفى لاشين. طبعا دي بتبقى شوطة صعبة جدا، لكن احنا عارفين جيفري جنبه عالي ولعيب خبرة كبيرة. سامي اوبا، كان عايز يعمل فولو دانك، لكن لو سامي عوض وعمل ستيل، لكن برضه سيجيه عمل تيرن اوفر ولحق وست. سيجيه هيعوض لا، نايف لم ريباوند. انا شايف ريتم المباراة سرع شوية، وجيفري مع الكورة هيعمل ايه؟ ده جيفري انا هشوط تاني بقى، لا دخلت برضه ما طلعتش. ريتم المباراة بأسرع. سامي بيشاور لخالد يتحرك، وسامي جه يشوط لكن طلع له الراجل، فاضطر ان هو يباصي باصة مش مظبوطة. ومصطفى لاشين رجع عمل ديفنس قوي وطلع فوق الراجل، لكن اتحسب عليه فاول. وهيشوط جيفري كورتين. طبعا انا شايف في تايم اوت للكابتن حاتم. الجيم زي ما قلنا خد رتم سريع، نادي الخور بيأدي اداء سريع وقوي. دفاعات نادي العربي شويه فيها ثغرات، فبيشوط شاط جيفري كورتين في الاخر جاب منهم واحده 3 بوينت، وشايف ان اللعيبه بتشوط مرتاح. فاكيد دلوقتي الكابتن حاتم واخد التايم اوت عشان يقفل الثغرات اللي موجوده قدام. شايف كمان ان في قط البيز لاين مفتوح، فبالتاكيد الكابتن حاتم هيعالج القضايا المواضيع دي كلها. برضه الناحيه الثانيه انا شايف ان نادي الخور هو بالاثنين ثلاثه زون ديفنس مادي اداء كويس، واعتقد ان هو ممكن يكمل عليها. برضه نادي الخور استعانته بمامادو، استعانوا كلاعب هو بصراحه لاعب لحد دلوقتي مادي اداء كويس جدا، مسجل سكور كبير، بيدخل في اوقات كويسه جدا ويسجل. انا شايف ان هو يعني سد او حل مشكله غياب او اصابه المحترف بشكل كبير مع نادي الخور. السكور دلوقتي 17-13، يا ترى السكور هيفضل نادي الخور محافظ على السكور ده ضد نادي العربي الفريق المخضرم صاحب الخبرات الكبيره واللي بيفاجئنا باداء عالي في اي وقت من اوقات الجيم وخصوصا في الكوارتر الثالث؟ هل هيقدر نادي الخور يصمد قدام طوفان نادي العربي؟ هنشوف مع بعضنا دلوقتي، لكن المباراه واضح ان احنا هنستمتع النهارده بمباراه قويه جدا. الكره الاولى مع جيفري بيسجل، يبقى كده 18 الخور 13 العربي. وبيسجل كمان الكابتن مصطفى بيدي تعليمات بمان بريس من اول الملعب. خالد استلم هيطلع عليه دبل تيمينج. فعلا دبل تيمينج، لكن وسط الراجل ده يعني مش هتقدر عليه، مش هتقدر.
دخل دخلة صعبة جدا جدا، لكن وقع سلامات سلامات على ويست، واضح ان هي واقعة جامدة ان شاء الله، يعني ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة ان شاء الله. ويست واقع واقعة قوية، الف سلام عليه ان شاء الله، نتمنى عليه خير. لعيب مميز ومن المحترفين اللي يعني أدائهم في الملعب أداء مميز جدا، وصاحب يعني ستايل مميز، يعني أتمنى إن شاء الله إن هو يقوم بالسلامة. أنا شايف دلوقتي نادي العربي اللعيبة بتكلم بعضها، ونادي الخور شايف ان هم اتجمعوا بيستغلوا التوقف ده وبيحاولوا يتشاوروا مع بعض لتحسين الاداء. اعتقد ويست هيقوم. طبعا يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، ان اللعيب لما يكون معد اعداد جيد بدنيا، حتى لو وقع وقعه زي كده بيبقى الاصابه فيه صعبه شويه، يعني هو لعيب معد جيد جدا، لعيب قوي، لعيب خفيف، لعيب سريع بدنيا وعضلاته كلها جاهزه، وبالتالي ان يحصل له مزق او يحصل له اي حاجه بتبقى صعبه شويه، لان هو تم اعداده بشكل جيد. وحتى شايفين هو قاعد على التغيير على طول، يعني هينزل ما فيهوش حاجه، فان شاء الله خير. برضه سامي بيضيع، لا ده كده اللعيب مش عنده استبقى، ده كده واضح ان الحظ مش محالف نادي العربي كامل. سامي بيسجل الثانيه، يبقى 19 14 لصالح نادي الخور. جيفري يا ترى هيحصل حاجه في غياب ويست دلوقتي؟ برضو العرب بيلعب زون 2 3. بوبو عمل حركه سريعه جدا احنا ما شفناش، يعني من سرعتها ما شفناش اذا كان عامل هوك ولا لا، لكن اتحرك بسرعه فاجئنا بسرعه. بوبو سجل كوره صعبه جدا، 21 14، واحنا شايفين زي ما انتم شايفين حماس اللعيبه في الديفنس عالي جدا، ومهاري مامادو الراجل ده هيطلع فوق معروف هيطلع فوق خالص، وسامي ما قدرش يعمل معاه حاجه غير انه يعمل فاول علشان ما يسجلش، ونجح سامي ان هو يمنعه من التسجيل، لكن بوبو خد فاول. نزل ويست مكان مصطفى نشيد، شايف في روح عاليه جدا من نادي الخور، لو تلاحظوا حضراتكم ان اللعيبه كل وقت اي توقف بيكلموا بعض، ده معناه انهم مركزين جدا في الجيم. وبوبو بيضيع الاولى، 21 14 22 14، يعني في فرق 8 نقاط لمصلحة نادي الخور. نادي الخور بيلعب ديفنس 2 3 2 3 2 3. أنا شايف على البوست داوود، أيوه هو ده لازم بصة تدخل له يعني. أيوه سامي هيدخل بالإمكانيات الفردية وبيسجل، يعني سامي بيدخل بقدرة، عنده قدرات مش عادية الراجل ده، وبيسجل النقطة اللي تقدم 16. أنا شايف الدكتور مصطفى بيقول مكمل له الهجمة للآخر، وداخل بوبو بيطلع بره، هيشوط بابادو هيشوط، وعمل سيمي هوك لكن ما جاتش. خالد ومرة بيقول له خلص علشان الهجمة، ودي كانت مع صفارة أو مع نهاية الكوارتر الأول، والنتيجة 22 16 لنادي الخور. طبعا يا جماعه لو انتوا يعني لاحظتوا معايا، نادي الخور بصراحه نادي نازل بروح قويه جدا وروح عاليه، زي ما اتفقنا كل لعيب نازل مركز بيحاولوا ينفذوا فكر المدرب. اعتقد ان نادي الخور فاجئنا، وخصوصا مامادو نزل بمستوى كويس، يعني نقدر نقول ان هو زي ما قلت سد غياب المحترف لحد دلوقتي. في الناحيه الثانيه نادي العربي لحد دلوقتي هو طبعا بيشتغل على فترات، لكن اعتقد لسه ما اشتغلش على اهم ميزه عنده نادي العربي اللي هو الترانزيشن،
ما اشتغلش على الثري بوينت اللي سي جي، وبرضه خالد بيشتغل على الثري بوينت. ويست ما بدأش يعني يتحرك على الترانزيشن زي ما بيحصل، او دي ميزات عنده لسه لحد الان لسه ما شفناهاش. بالتاكيد طبعا الاثنين مدربين على مستوى عالي من الناحيه الفنيه، واكيد كل يعني مدرب هيحاول ان هو يوجه لاعبته يعني بالنقاط الفنيه اللي يقدروا بيها يتقدموا ويقدروا يسدوا فيها نقاط الضعف بتاعتهم. اعتقد ان نادي العربي هينزل دلوقتي يطلع من، لو هلاعب زون هيطلع منه على الفاست بريك او الترانزيشن اوفنس. اعتقد ان نادي الخور هيحتفظ بالتو ثري لانه ناجح فيها جدا وبيطلع منها ترانزيشن بشكل كويس جدا. لكن انا يعني شايف ان بوبو لحد دلوقتي عنده احسن، لو قرب شوية من الحلقة بالتأكيد هيبقى مؤثر، هياخد على الأقل هياخد وست تحت الحلقة، فالناس هتبدأ من بره تشوط بشكل أفضل. يعني هنشوف هيحصل ايه في الكوارتر الثاني. السكور لحد دلوقتي 22-16، مباراة قوية، مباراة حماسية، إن شاء الله تكمل لغاية الآخر بالأداء القوي ده. طبعا ما ننساش النادي العربي زي ما قلت لكم نادي خبراته عالية جدا، هل نادي الخور هيقدر يكمل بالشكل ده؟ برضو الجيم هنتفرج فيه وهنشوف النتيجة هتطلع ايه في الآخر. جيفري وسامي سامي وجيفري طبعا نزل آخر ستة. سامي علي الكواري رقم 6 على الكواري في الكور. بوبو يعني زي ما قلت هو شوية مش موفق، فاول على جيفري طبعا، فاول واضح زي ما قلت لكم. الترانزيشن بتاع اللي بيطلع عليه ويست لعيب يعني هو ما شاء الله عليه، يعني مش عايزين نحسده عشان لسه واقع لكن هو يعني بيلم رباوده ويطلع على الفاست بريك، فما شاء الله عليه جد يعني هايل جدا جدا جدا، سريع وطويل وفي مميزات ما شاء الله كبيرة جدا. يعني خالد زي ما قلنا هو الزون ديفنس، داود لوحده لكن ما بيسجلش. جيفري بدا الخور يهدي الملعب شويه. جيفري لعيب خبره كبيره طبعا. محمد نايف داس على الخط، فالكابتن سيف الدوسري قال ان اوتسايد على نادي الخور، داس على الخط. انا شايف ان سي جي مع علي الكواري بيحاول يتعبه شويه. سي جي لو خد فرصه هيشوط بصراحه، الراجل ده بيسجل. سامي الزون قافل خالص، يعني زون مقفول لازم يتفك بشوطه، هي دي اللي انا بقول عليها، لازم يتفك بشوطه زي بالظبط كده. برافو يا سامي. سامي فك الشفره 3 بوينت، قربت السكور 22-19 لصالح نادي الخور. وجيفري بيعتمد على مهاراته الفرديه. جيفري هيعمل ايه؟ بوبو الراجل ده طويل. اوبا انا شايف الفاول تو شوت الكابتن جاسم، لكن الدكتور مصطفى بيقول عن سبورتس عايز ياخد فاول متعمد. كابتن جاسم بيقول له لا انا قريب من الكوره وشايفها. بوبو هيشوط كورتين ما سجلش الاولى. بوبو يعني المفروض يهدى شويه، لعيب كويس، لعيب سريع، لعيب ينط عالي، بس واضح ان هو مشدود شويه. السكور فرق 3 بونت، برضه 3 بونت. بوبو ضيع الاثنين. سامي لاب ريباوند. خالد يعني رايح على الباسكت لكن نايف قال له لا رايح فين. نايف عمل فاول مع خالد، يبقى واضح كده ان تعليمات الكابتن حاتم ان اللعيبه تلعب على الترانزيشن اوفنس، وطبعا الخور ما بيقدرش يعمل غير فاول. خالد راح سامي لكن المره دي ضيع. مامادو علي الكواري لنايف. نايف
سامي طلع الكرة اوت من ايد نايف. شايف في تغيير، بوهاري نزل وكواري طلع ونايف طلع برا برضه ونزل مكانه احمد هشام. يعني طبعا بيبقى كويس جدا اللعيبه بتريح في الجيم علشان يبقوا في اي وقت جاهزين. بوبو مامادو جيفري الراجل ده بيشوط لكن ما بيسجلش. شايفين الترانزيشن لكن طبعا الكره ما وصلتش. وفي ضغط كبير جدا. كابتن نبيل بيقول ان الاوت على نادي الخور. كابتن نبيل بيقول الاوت على نادي الخور. وبوهاري بيقول لا ده انا ما لمستهاش. الكره مع سي جي داود لسامي. سامي هيلعب 1-1. اوبا خلاص خلصت. يعني الراجل ده يستلم في المربع خلصت وبيسجل السكور يبقى فرق بوينت. اوبا جيفري بيلعب كوره لكن ما تتسجلش. سامي لكن الناس رجعت خلاص يا سامي. داود سي جي ويطلع لسامي لخالد. خالد هيعمل ايه؟ خالد راح سي جي فاضي بتاعته. لا بعيده. هو ده طبعا دنك وايه صراحه كوره ساحقه من المحبوبه لينا والجماهير كلها. بوبو 24-21 لنادي الخور. الخور قلب بنتومان. داود لوحده. سامع على الدكتور مصطفى بيقول بوكس اوت وبيقول لهم هدوا الملعب. مامادو مع الكوره. بوبو تعليمات هدى الملعب. مامادو طبعا انا شايف ان خالد ماسك جيفري طلع عليه من الاول. وفي سكيب باص لكن ما بيسجلش. باصة جميلة لخالد لكن خالد فضل الانسايد. وجميلة يا خالد. هايل يا ولد هايل. ممتاز خالد رجدي. وفي يعني تايم اوت في وقته من الدكتور مصطفى. فعلا نادي الخور محتاج إعادة اوراق يعني ترتيب اوراقه من تاني لان تم اختراق الديفنس بشكل سهل. اللعيبه بتستلم مرتاح وبتروح على الباسكت ولو اتسابوا بيشوطوا بيسجلوا. فطبعا محتاج ترتيب وتظبيط الديفنس سواء هيلعب مان او هيفتح الزون شويه فيبدا يقفل على الناس اللي بتشوط ويبدا اللعيبه تتحرك بشكل اقوى من كده او يغير تشكيل الزون. بالنسبه للنادي العربي انا شايف ان هو نجح في بعد من بدايه الكوارتر الثاني ان هو يسيطر ويبدا يجري بالجيم. زي ما قلت لكم النادي العربي نادي كبير وعنده قدره على دخول الجيم في اي لحظه من المباراه ويعني عنده لعيبه تقدر مؤهل يعني تقدر تعمل كده. يعني كل لاعب منهم يقدر يرجع الجيم. ويست ممكن يرجع الجيم. سامي ممكن يرجع الجيم. سي جي لعيب البوينت جارد الصغير يقدر يرجع الجيم. عندنا مصطفى ناشين. عندنا خالد. لعيبه على مستوى عالي طبعا. يعني مش عايز انسى حد لكن طبعا فرقه نادي العربي فرقه كبيره وتقدر ترجع الجيم في اي لحظه. طبعا ده لا ينقص من اداء الرائع اللي بيعمله نادي الخور والثبات الانفعالي للعيبه. انا شايف بصراحه مبسوط منهم جدا. ولحد دلوقتي نادي الخور هو المتقدم 24-23. لكن انا بقول هل نادي الخور يقدر يكمل قدام العربي لغايه الاخر كده؟ ده اللي يعني هتثبته لنا الدقائق القادمه ان شاء الله. فنتعشى باذن الله نتفرج على جيم يليق باداء الفرقتين الرائع اللي احنا شايفينه ده وان شاء الله يكملوا للاخر بالاداء المميز ده. 24 نادي الخور 23 نادي العربي. الكره مع البوهاري لجيفري. خالد طبعا زي ما قلنا نجح في ان هو يحد من خطوره جيفري طلع عليه طبعا.
العرب زي ما احنا شايفين مان تو مان، مان تو مان ضاغط على الخور، فتعب الخور شويه بالضغط ده. جيفري والراجل ده هيجيب ولا ايه؟ جاب جاب جاب. هو الراجل ده يعني الكوارتر الثاني ريح شويه، لكن بيقول لنا انا موجود، انا موجود اهو. 27 23 لصالح نادي الخور. سي جي سي جي زي ما شفنا برضو جيفري هنا متحرك مع سامي في كل حته. الكابتن نبيل حسب فاول على احمد هشام. انا شايف برضو جيفري ماسك سامي، بيتحرك مع سامي في كل مكان. مان تو مان، مان تو مان، الخور بيلعب مان تو مان. يا ترى خالد هيعرف يعدي؟ عدى خالد، عدى خالد، عدى خالد، لكن صعب. عديت لكن رحت تحت الحلقه بصعوبه جدا. اوت لصالح نادي الخور. يعني شايف جيفري بي يعني بي بيطلب ان هو ياخد فاول. بوهاري، بوهاري مع الكوره، هيطلع الكوره من خارج الملعب. بوهاري، بوهاري استلم جيفري، هينط عالي، نط عالي طبعا طبعا طبعا، لكن مع الاسف ما سجلش، لكن رجع عمل يعني ريباوند وخد الكره تاني باداء قتال يعني. بوهاري، بوهاري، بوهاري ماما، اوبا اوبا ماما دو بيقول يا جماعه انا النهارده همتعكم. فعلا متعتنا يا ماما دو. تاني 3 بوينت في دقيقه، ماما دو يرفع السكور 30 23 لنادي الخور. يبقى التايم اوت اللي عمله الدكتور مصطفى جاب نتيجه، ولكن سي جي قال له يا راجل ده انا موجود. سي جي دايما معروف ان هو في الاوقات الحرجه بيرجع لك الجيم، في الاوقات الحرجه عنده قدره وعنده ثبات انفعالي يقدر يرجع الجيم في اي لحظه. جيفري، بوهاري، بوبو، بوبو 1 1 صعب، وسط طويل قوي يا بوبو. جيفري واخر ثواني واخر ثانيه وبيسجل مع صفاره ال 24. طبعا يعني حاجه كويسه جدا، احمد هشام بيسجل مع صفاره ال 24 ثانيه. خالد، خالد مان تو مان، خالد اوبا خدها منه ماما دو. ماما دو، ماما دو هيعمل ايه؟ معقوله هيشوط؟ ده بقى احتراف بقى. اوبا لا 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 لا. انا شايف يعني الجماهير الناس كلها يعني بتشجع ماما دو بصراحه يستاهل، مع تايم اوت من الكابتن حاتم في وقته طبعا في فرق 35 25. ماما دو امتعنا بصراحه. الراجل ده زي ما قلت لحد دلوقتي هو يعني عامل مباراه قويه جدا، وطبعا لا يقل عن اي محترف باي شيء لحد دلوقتي، اداؤه مميز. السكور 35 25. يا ترى التايم اوت ده هيقدر الكابتن حاتم يدي تعليمات للعيبه واللعيبه تقدر تنفذ تعليمات الكابتن حاتم والسكور يقرب. الناحيه الثانيه طبعا انا يعني بنصح نادي الخور ان هو يحاول يكمل بالقوه دي ويجري بالاداء ده، لان العربي في الكوارتر الثالث بيكون صعب جدا وبينزل باداء يعني اللعيبه بتنزل بتعمل بتلعب رانج جيم صعب جدا ان فرقه تعرف توقفه. مش عارفين طبعا الدقائق القادمه يعني هنشوف فيها ايه. شايف حماس نادي الخور زي ما قلت لكم من بدايه الجيم، نادي الخور مركز جدا مع الجيم. نادي العربي انا شايف ان هو لحد الان طبعا اداء كويس، لكن في احسن من كده، ومتوقعين ان هو ممكن زي ما قلت لكم يفاجئنا في اي لحظه بأي يعني بمفاجآت من الاسكور يقرب في اي لحظه بان هو ممكن يعدي الاسكور. يعني اعتقد ان النادي العربي لسه عنده كتير ولسه ما شفناش منه الا القليل. دكتور مصطفى انا شايف ان هو ادى تعليمات للعيبه انها تقدم شويه لقدام في الديفنس. مان تو مان برضه زي ما هم مان تو مان. سي جي سي جي سي جي سي جي فهد 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 لسامي سامي سامي سي جي اوبا. الراجل طبعا استلم هنا خلاص، استلم هنا خلاص يا فاول يا باسكت. ويست
طبعا احنا كنا نسينا ويست لان هو ما بيستلمش اكيد دلوقتي، طالما يعني اول هجمه كده يبقى واخد تعليمات سلمه ويست، لان ويست هيخلص. انا شايف دلوقتي 1 3 1 الكابتن حاتم غير طريقه الدفاع 1 3 1. يا ترى ماما دو هينزل تحت عشان يشوط؟ الله ده هو فعلا لسه بقول لسه نازل عشان بس قفل عليه. جيفري 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 وي ال 24 سنه بتخلص. طبعا الحماس والاداء في الملعب بشكل يعني جميل جدا، خدنا كلنا. فهد فهد بيسلم سيجي سيجي مع بوهاري البوهاري سيجي 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 بيدي فهد وبيقطع سيجي سامي سامي استلم لوحده. يا ترى هيقلل الفرق؟ يا ترى هيفتح السكور ب 3 بوينت؟ خالد استلم لوحده اداء عالي جدا، هايل 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 يا خالد. بيقرب السكور ل 29 35 فرق 6 نقاط لمصلحه نادي الخور. جيفري بيسلم لمامادو، طبعا مامادو طلع عليه سامي عشان ما يشوفش تاني وده اكيد يعني. مامادو برضه طلع عليه ويست، ما بيتسابش الراجل ده طبعا. ويست يعني في الدور الثاني فمش مش هيشوط مرتاح ابدا. ويست 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 هيعمل ايه؟ هيلعب 1 1؟ رجع بيه رجع بيه. لك يا راجل يا راجل يا راجل، التيرن اوفر عنده النهارده في العربي عالي جدا، يعني كور سهله جدا بتضيع، كور سهله خالص. طبعا هي يعني دي هيندموا عليها الكور دي. نفس الحكايه برضه، تيرن اوفر الراجل ده فاست بريك هيخلص هو اكيد. طبعا غير موفق ويست في الكوره دي خالص، ونقدر نقول جود بلاي لجيفري. جيفري بيقول مامادو غير مكانك، انزل تحت هناك ناحيه سامي. اتعمل سكرين لجيفري، يا ترى جيفري راح 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 وشام لراجل اللي واقف على الشوطه، واقف عليها وضيع. لكن ايه؟ فولو دانك فولو دانك من الراجل اللي بيطير فوق ده، بوبو الطيار. شايفين لو حضراتكم تلاحظوا حماس نادي الخور بجهازه الفني ده سايب اثر كبير في اداء الفرقه. كابتن نبيل بيشاور ان الكوره اوتسايد لنادي العربي. سامي 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 بيطلع الراجل ده بيشوط وهايل. هو ده الراجل ده عنده شوطه فهم، راجل خبره عاليه، وكان المباراه اللي فاتت كان سجل 3 بوينت كتير. جيفري السكور قرب برضو شويه. بوبو 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 عمل ووك ماشي مخالفه المشي بالكره. السكور دلوقتي يا جماعه 37 32 نادي الخور. انا شايف يعني نادي الخور بيدافع مان تو مان مان تو مان مان تو مان كل واحد مع واحد. الراجل ده ما يتسابش ما يتسابش بيشوط، وسامي عمل فولو. هايل يا سامي هايل. بس لاحق نفسه مش خالد 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 وسي جي دبل تيمينج والباص يا والفولو دانك. يلا اليوم اليوم من سي جي لويست دانك، كورة هايلة جدا. السكور 37 36 وفعلا التايم اوت اللي خلى الكابتن حاتم يعني جاب نتيجة، والسكور قرب بعد ما كان في فارق 10 نقاط، دلوقتي الفارق نقطة واحدة فقط، وباقي 14 ثانية فقط على الكوارتر الثاني، والسكور 37 36 والكورة مع نادي الخور. طبعا التايم اوت ده اكيد الكابتن مصطفى هيشرح فيه ازاي ال 14 ثانية دي يستغلها اللاعبين، وفي اخر ال 14 ثانية يسجلوا سكور او ياخدوا فاول. هنشوف يا ترى نادي الخور هتعمل ايه، هنشوف نادي العربي يا ترى في ال 14 ثانيه دي هيدافع عليهم من اول الملعب
ولا هيلعب مان تو مان ولا هيرجع زون. طبعا استبعد انه هيرجع زون خالص، لانه لو حد شاط في الوقت ده هيبقى مشكله وهتتسجل بسهوله. فاعتقد ان هو هيلعب مان تو مان، لكن هل مان تو مان متقدم ولا مان تو مان داخل الثري بوينت ولا هاف كورت؟ هنشوف تعليمات الكابتن حاتم بالنسبه لفرقته ايه. انا شايف الحكام دلوقتي بيتوجهوا بيصفروا لدخول اللاعبين داخل الملعب وقت التايم اوت خلص. الدكتور مصطفى لسه بيشرح اللاعبين. نادي العربي نزل الملعب. كابتن سيف الدوسري بيقول الدكتور مصطفى اللاعبين تنزل. فعلا نادي الخور نزل الملعب. الكرة هيطلعها البوهاري. البوهاري رايح في اتجاه الكرة. البوهاري استلم الجفري. خليكم معايا يا جماعه في الثواني بقى. 11 10 10 شايفين بريس باي كام؟ 5 ثواني وراجل ويست 3-1-0. خلاص ما فيهاش ليب، كانت على طول تتريبي على طول. طبعا يعني نقدر نقول الشوط الاول شوط ممتع، الفرقتين ادوا اداء جيد جدا. نتوقع ان المباراه تبقى مباراه كبيره. السكور 37 نادي الخور 36 نادي العربي. يا ترى نادي العربي هيقول ايه الكابتن حاتم لفرقته، والدكتور مصطفى هيقول ايه لفرقته؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الشوط الثاني. نسيبكم في استراحه قصيره ونرجع لكم تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني واللقاء الحماسي بين فريقي نادي العربي ونادي الخور. طبعا نادي الخور أنهى اللقاء، أنهى الشوط الأول 37 36 لمصلحته. هنشوف إيه تعليمات دكتور مصطفى مع فريقه نادي الخور، وتعليمات الكوتش حاتم مع نادي العربي. يا ترى الكوارتر الثالث هيحصل فيه ايه؟ بدأت المباراة، الكرة مع سي جي ومع البهاري سي جي فهد، وجيفري حط رجله كده في الكرة اوت سايد لصالح نادي معلش طبعا كابتن جاسم حكمنا الدولي ويست، الكرة مع ويست، الحكام بيرجع الكرة تاني. 24 ثانية فيها حاجة تمام. خالد مع ال هيطلع الاوتسايد زي ما احنا شايفين. نادي الخور واقف مان تو مان، بس انا شايف فهد متساب، وفهد راجل شوطر، يعني لو كوع وصلت له في الوضع ده هيسجل. سامي فهد سي جي، خالد هيشوط، وخالد بيسجل. ايوه كده يا خالد بيسجل، وتقدم العربي 39 37 زي ما قلت لكم. نادي العربي في الكوارتر الثاني بيبقى شكل ثاني زي ما شايفين. نادي العربي جيفري بيتعمل له سكريم لاحمد هشام، وجيفري بيشوط، لكن شكلها واضح انها مش جايه، والترانزيشن اللي احنا قلنا عليه. نادي العربي في الكوارتر الثالث ترانزيشن، يلعب رانينج جيم وصعب جدا تحصل. يا ترى الدكتور مصطفى هيوقف الكلام ده ازاي؟ هنشوف. جيفري مع الكوره مامادو بيحاول ياخد مكانه على البيز لاين عشان يشوط، لكن سامي واقف له طبعا، عارف الراجل ده لو استلم بيسجل. باصه لاحمد هشام، لكن رايح فين يا احمد؟ لكن والله استلم تاني، وبوبو هيشوط ميديم لكن ما سجلش، والكره ترجع تاني، والراجل ده تقع من ايد بوبو. مامادو بيقطع الكوره. جيفري بوهاري لبوبو، ويسجل. سامي حتى بيقول لخالد يعني كنت تمنع الكرة توصل له، لكن نقاش عادي بين اثنين زمايل في الفريق. الكرة دلوقتي وان مور لمصلحة بوبو، وبيسجل. يبقى كده السكور 41 العربي 40 الخور. فهد ماسك مع الكرة، سلم لسامي. سامي برضه مان تو مان زي ما بقول لكم. سامي مع الكرة، يا ترى سامي هيشوط؟ وفعلا سامي شاط لكن ما بيسجلش، وجيفري خد الكرة من فوق، والترانزيشن لبوبو، لكن بوبو نط قبل الكرة بوقت، يعني هو واقف شوية في الهواء بس برضه ما لحقهاش. الكرة دلوقتي مع خالد اتعمل له سكرين من ويست وشاط ويسجل. برافو يا خالد، تاني كورة ليه دلوقتي، تاني 3 بوينت في الكوارتر الثالث. طبعا فرق في السكور 44 40. جيفري داخل برضه بامكانيات فردية وبيلعبها باونس باص في حتة صعبة، لكن بوبو بيسلم الراجل ده، لكن طبعا كابتن نبيل قال له انت ديك فترة واقف تحت الحلقة 3 ثواني، مخالفة 3 سكند. خالد مسك الملعب، يبقى خالد واخد تعليمات، بيتعمل له بكايه ويطلع على الشوطه او بينزل وسط. ايوه خالد راح، والراجل ده لو شاط هيجيب، وبيطلع، لكن احمد هشام بياخد الكوره. جيفري بيحاول يجري، لكن طبعا زي ما انتم شايفين نادي العربي يعني عنده لياقه عاليه شويه، وبالتالي صعب جدا تجري عليه. احمد هشام رجع ليه مش عارف،
وبوهاري بيشوط وجيفري والله وحش يا ولد، وحش يا ولد، وشاط وخد فاول صعب جدا، دخل وسط العمالقة جيفري وعمل ريباوند وطلع وشاط وخد فاول. هاي طبعا جيفري معاه كورتين، هشوف كورتين. في تغيير دلوقتي، احمد هشام واضح ان هو اتخبط في وشه ولا حاجه، نزل مكانه نايف، محمد نايف. هيشوط جيفري كورتين، يا ترى جيفري هتجيبهم ولا هتعمل ايه؟ طبعا كل كوره دلوقتي ليها ثمنها. جيفري سجل الاولى، يبقى 41 44 لصالح نادي العربي. زي ما قلت لكم نادي العربي في الكوارتر الثالث بيبقى عنده استراتيجيه مختلفه، رانينج جيم، فبيتعب اي فريق. والكره الثانيه ما عرفش يجيبها، لكن ويست طبعا زقها في الاوتسايد. لحد دلوقتي انا شايف ان مامادو في الكوارتر الثالث لسه ما تاخدش، مقفول عليه، مقفول عليه. طبعا العرب بيلعب زون، لازم مامادو يستلم عشان يشوط. استلم لكن بيطلع عليه على طول، بيشوط ميديم ونايف. نايف نايف الراجل ده يا جماعة، يعني توقع الكرة وراح خدها. والبوهاري بيشوط وبيسجل، برافو يا ولد، برافو، هايل. والسكور بيرجع درو، سامي راح على الباسكت لوحده وما سجلش، وبابا دوبي لبي ريباوند، وجيفري خد الكرة وبيهد الملعب. جيفري بيهد الملعب، بيهد الملعب. بابا دوبي يقول له سلمني، سلمه فعلا، رجع له تاني. طبعا نايف 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 البهاري، البهاري. طبعا بابا دوبي مع سامي صعب يشوط، ونايف بيشوط لكن صعبه صعبه صعبه. سي جي ريباوند ترانزيشن، ويست ويست هيروح سلم خالد، خالد راح، لكن بوهاري عمل معاه فاول يستوجب رميتين حرتين، وخالد هيشوط كورتين. وما زال السكور 44 44 درو جيم. وشايف تغييره، يعني طلع مامادو ونزل علي. طبعا كده الملعب هيبقى فيه مشكله في ريباوند كبيره جدا بالنسبه لنادي الخور. سجل خالد الكورتين بالسكور 46 44 لنادي العربي. بيحاول جيفري يريح زمايله في الملعب ويهدي اللعب، وطبعا يعني اكيد دي تعليمات الكوتش. جيفري راح، راح جيفري، جيفري وبيباصي للبهاري لنايف. نايف رايح بس سامي معاك يا راجل، وطلع للبهاري اللي بيشوط لكن يعني اير بول زي ما بيقول، وطلعت الكره الفهد فهد فهد فهد، بيلعب سكيب باص بره لسامي. الراجل ده بيجيب لكن مع الاسف ما جابش. وعلي علي علي علي، ولكن ايه، خالد يقاتل، خالد خالد يقاتل على الكوره. جود ديفنس يا خالد. علي البهاري، علي البهاري لعلي. طبعا يعني نادي الخو في فرق جدا في الاطوال وفي فرق في الامكانيات، يا ترى هيجيب؟ والله سجل، والله سجل نهايف، يعني ادى المقدمه للخور 47 46. وسامي عمل اليوم دنك، برافو يا ولد، نايس نايس، هايل. ويست عمل دنك دلوقتي رائع، 48 47 لصالح النادي العربي. هيعملها تاني ولا ايه؟ لكن ما تجيش. وخالد ترانزيشن وبيشوط ويقع خالد، لكن الحكم بيقول مفيش حاجه. وجيفري بيستغل بقى ويقول لك انا ترانزيشن، وفهد بيحط ايده ويعمل فاول مع جيفري. انا شايف دلوقتي في مصطفى لاشين نازل وخالد طالع. تغيير لنادي العربي، بينزل مصطفى لاشين. مصطفى لاشين لعيب سريع وشوتر برضه،
مامادو طبعا دكتور مصطفى ريحه شويه، وواضح ان هو بيريح المحترفين ورايح كمان جيفري اهو تاني. طبعا هي مجازفه شويه لان السكور ممكن يبعد في لحظه. مامادو وسامي اه مامادو راح على الباسكت وشاط مهاري يا ولد، ما شاء الله عليك وهايل 3 بوينت في وقت يعني ادى المقدمه للخور 49 48، والخور يقاتل. وسامي بخبرته فاول صحيح واضح جدا، يعني الكابتن جاسم بيقول له لا انت زقيت ودي كان كوره خطا. فاول على بوبو ويست هيشوط كورتين، الفاول الاول على بوبو. طبعا الفرقتين بيلعبوا بحريه لان الفرقتين ما عندهمش مش مرتكبين فاولات كتير، فدي برضو مخليهم بيشتغلوا كويس. واخيرا ويست سجل الفاول شوتنج، والسكور دلوقتي 49 49 ايكوال جيم، لكن ما يسجلش التاني، يعني مش عايز يفرحنا الراجل ده ويسجل الاثنين مع بعض. ونايف وبينقلوا الملعب بالبساط، ودي حاجه لكن الراجل بوهاري والله مقاتل. وعلي لكن ويست قال له انا ممكن اجيبها منك، ويست جالي هنا اهو. ما شاء الله عليه ويست عملاق. مامادو هيطلع الكوره، ودكتور مصطفى بصراحه يعني انا شايف ان هو موفق وبيريح اللعيبه، لان زي ما قلت لكم النادي العربي وبدنيا عالي. الراجل ده لسه نازل وبوبو وباص وما جاتش. سامي لما يا ترى في ترانزيشن، وجيفري ما سابوش وهي بصيله ودنك اكيد وسجل، ما جابش دنك سجل بس، وعمل بريس. انا شايف الدكتور مصطفى بريس وبيحرك الملعب بحماس شويه، يا ترى هيقدروا. وفعلا عمل ارتباك في صفوف نادي العربي وتطلع اوت سايد لمصلحه نادي الخور. والله يعني انا شايف نادي الخور يعني عامل جيم حماسي وجيم هايل لحد دلوقتي، والسكور 51 49 لنادي الخور، ومع جيفري الكوره وجيفري طالع وبيشوط كرة صعبة، لكن كان معاه مصطفى نشين وترانزيشن وراجل الخبرة الكبيرة ده، وبيسجل وبياخد كمان وان مور من مامادو. طبعا النادي العربي خبرته عالية جدا، نادي الخور بيأدي مباراة حماسية، يا ترى زي ما قلنا من الأول هل هيقدر يكمل للآخر بنفس الحماس ده؟ ده اللي احنا هنشوفه في باقي المباراة. سامي هيشوط الكرة دي، يا ترى دي كرة التقدم ولا لسه التقدم؟ يبقى نادي العرب دلوقتي 52 51، وشايف ان الخور الدكتور مصطفى بيطلب تغيير بوبو، واضح ان بوبو تعبان برضه لسه بيريحه. مامادو سوري هو اللي طلع بره، مامادو البوهاري بيدي للجيفري، هيطلع قبل 8 ثواني، فعلا طلع الراجل ده طلع فوق وسجل فاول على سامي وسجل، وبياخد كمان وان مور. يبقى بوبو عمل مباراه قويه ودلوقتي سجل ومعاه كمان وان مور. ما بيجيبش الفاول شوتنج، سامي لويست، لكن والله احمد هشام مجتهد، يعني انه يقدر ياخد من ويست كوره، وكوره صعبه جدا، لكن كانت هتيجي. ونايف يعني انا شايف برضو ان يعني اللعيبه لازم تهدى شويه، لان في تيرن اوفر كتير بسبب التسرع للدفاع، يعني الحماس مطلوب لكن مش ما توصلش لكده. بوبو هيشوط شوت وسجل، لكن الكابتن نبيل بيقول 2 بوينت، يبقى 55 52 لنادي الخور.
محمد نايف مركز مع خالد، لكن ويست عمل السكرين اللي بيتعمل لخالد، ومصطفى لاشين هيروح على الباسكت. ايوه هي دي، هو ده طريقه وبيسجل. ايوه الراجل ده لما بيروح على الباسكت بيعمل مشكله كبيره، عنده الشمال بتاعته قويه والفينشنج عنده عالي. جيفري وخالد بومو بيحاول ينزل له، اتعمل سكرين تاني وجيفري بيشوط لكن ما تجيش. سامي بيدي ويست راجل سريع بيروح، لكن ايوه واتعمل كره مصطفى. هو ده الراجل ده يا جماعه، وجوده في الملعب فارق كتير جدا في اداء النادي العربي. مصطفى لاشين من اللاعبين الهايلين جدا، لعيب سريع وقوي. بوبو فعلا فاول مهاجم، فعلا بوبو ثبت اللعيب المدافع بايده وبيعترض، والكابتن جاسم حسب عليه كمان تكنيكال فاول، يعني فاول اضافي على بوبو. سامي باقي خمسة باقي 34 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث، وما زال السكور 56 العربي 55 الخور، التقدم للعربي فرق بوينت. جيفري مع الكرة، جيفري أحمد الشاب راح يعمل له سكرين لكن جيفري راح للناحية العكسية. بوهاري ونايف، بوهاري نايف الله الراجل ده لوحده فاضي، يا ترى هيجيب؟ لا ما جابش، لكن احمد هشام راح لكن ما قدرش يلم ريباوند. باقي 11 ثانيه وسبع اجزاء، يا ترى هيقدر يعمل فيهم حاجه النادي العربي؟ هنشوف. سامي السلام، اكيد سامي مش هيسلم حد وهيحاول يخلص هو. مصطفى لاشين بيقول لهم يا جماعه ادوا له قاعد فاضل واحده اهو، هيروح على الباسكت وراح وسجل. يبقى الراجل كان معاه حق لما كان بيطلب الكرة ويا جماعة سلموني. السكور دلوقتي بقي 58-55. طبعا كان السكور في الشوط الأول فرق بوينت لمصلحة نادي الخور، دلوقتي فرق 3 بوينت، يعني معنى كده ان الكوارتر ده نادي العربي متقدم في الكوارتر ده بس بفارق 4 نقاط على نادي الخور، لكن السكور بشكل عام 58 لنادي العربي 55 لنادي الخور. اللياقه البدنيه دلوقتي هتبدا تحكم نادي العربي، انا شايف ان هو برضه شغال وباريحيه بيخلص. نادي الخور انا شايف انه بيجاهد، اي نعم الدكتور مصطفى بيحاول يريح اللعيبه، وشايف ان كمان ان مامادو مجهوده في الملعب بدا يقل، ده واضح جدا ان هو بدنيا يعني مش جاهز، لكن هو لعيب مميز وبيحاول. يا ترى الدكتور مصطفى هيعمل ايه ضد نادي العربي اللي هو بيسعى ان هو يفرض سيطرته على الجيم؟ نادي العربي اعتقد ان هو هيسعى ان هو يجري الملعب غير الجيم، لان هو ده سلاح قوي جدا، اللعيبه عنده سريع. اكيد دي تعليمات هتبقى تعليمات من الكابتن حاتم ان الملعب يجري، لان نادي الخور مش هيقدر يعني يقدر يوقف قدام الهجوم السريع بتاع نادي العربي. نادي الخور هيحاول بالتأكيد ان هو يفضي مكان ويحاول يخلص على 3 بوينت، لان مامادو لحد دلوقتي ما شطش، فاحنا عايزين نشوف هل هيتوجد له مكان بحيث ان هو يبدا يشوت ويبدا يرجع للجيم تاني. زي ما قلنا اللياقه البدنيه في الكوارتر ده هي اللي هترجح فرقه الخور او العربي. طبعا كلنا شايفين طبعا ان لياقه نادي العربي اعلى، ولكن مش عارفين الجيم فيه ايه، هنتفرج ونشوف الكوارتر الرابع هيبين لنا يا ترى مين اللي هيقدر يتقدم على الفريق الاخر. شايف تعليمات من الكابتن جاسم لكابتن الفريق. كره نادي الخور، البهاري مع الكره،
شايف نادي العربي متقدم في الديفنس بان تو بان، والكرة مع جيفري لكن راح لي وسط قدامه فرجع. طبعا الراجل ده زي ما قلت لكم، هو الراجل ده لو يعني تفضل يا ترى ده اجهاد ده ولا ايه، انا مش عارف بصراحة، لان هو طبعا اثنين زمايل خبطوا ببعض. طبعا المفروض يعني احنا في الباسكت المفروض يعني بيكلموا بعض علشان ما تحصلش موقف زي ده كده، المفروض الدفاع بيكلم زميله. برضو نادي الخور انا شايف ان هو بيعمل دفاع برضو بانتو بان متقدم. خالد مع الكرة فاول واضح، احنا سمعنا الخبطة، فاول على جيفري عامل الفاول الثالث. سيجي اوبا، اتندت فاول على جيفري، لسه واخد الرابع يعني، لسه واخد الثالث دلوقتي، فجيفري كده خد الرابع. فطبعا جيفري حطيت فرقتك في مأزق كبير جدا جدا جدا، يعني اضطر الدكتور مصطفى يسحبه لان مجازفه طبعا وجوده في الملعب دلوقتي. فيعني انت كده حطيت فرقتك في مهمه صعبه جدا، يعني هم بيحاولوا وكلكم بتكافحوا كمان تطلع، سببت مشكله للفرقه. اعتقد ان هو دلوقتي يعني هيهدى شويه وهينزل. خالد بيسجل الاثنين، موفق يا خالد. الكره طبعا مع نادي العربي، سي جي طلع الكره برضه مان تو مان، 60-55 فرق 5 نقط للنادي العربي في بدايه الكوارتر الرابع. شايف نايف يعني بيدافع بقوه على سامي بيطلع سكيب باص بره الخالد اللي بيشوط لكن ما بيسجلش، لكن مين وست تحت الحلقه، وست بيسجل بنك نايف للبهاري لعلي البوبو للبهاري تاني لبوبو. 8 ثواني على نهايه الهجمه، 7 علي بيشوت لكن ما تجيش، وخالد بياخد الكوره وبيجري. سي جي قولوا دانك من ويست قاتل في وقت قوي جدا، زي ما قلت لكم اللياقه البدنيه في الشوط ده هتفرق كتير، وهي اللي هترجع كفه الفريق. بوبو علي طبعا شكلها مش جاي، شكلها باينه، وادي برضو، واكيد في تايم اوت طبعا الدكتور مصطفى خد تايم اوت. السكور طبعا في يعني دقيقه ونص، السكور وصل 66-55 يعني فرق 11 بوينت. كان فرق 4 يعني، السكور زاد 7 بوينت في دقيقة ونص، طبعا ده كتير، فعشان كده الدكتور مصطفى خد تايم اوت. واكيد دلوقتي التعليمات يعني ازاي نهدى، واكيد جيفري يعني اتعلم من الدرس، واكيد لما ينزل الملعب هيكون لي دور. نادي العربي زي ما قلت لكم ضاغط بعس وبيجري في الملعب، ده سلاح قوي جدا، يعني مش هيقدر الخور يقدر يقف قدامه في الجاري في الملعب. فلذلك اعتقد نادي العربي هيكمل بالترانزيشن، اعتقد نادي الخور هيحاول يهدي الملعب على قد ما يقدر، هيحاول ان هو يوجد يعني فرص تصويب للعيبه من الخارج، لانه استعمل مشكله تحت الحلقه. فيا ترى الثمان دقائق ونص دول هيقدر الخور يقرب السكور ولا العربي هيفتح السكور ويعدي؟ وده اللي احنا قدام الاول، اللياقه البدنيه. وطبعا العربي خبرات لعيبته شيء اكبر، برضو عنده بدائل بره جاهزه، فده فارق معاه برضو كتير. الكوره دلوقتي مع نادي الخور، طبعا زي ما قلنا هو جيفري نزل للملعب، جيفري بايله فاول ويطلع بره. البهاري هيطلع الكرة، احنا يعني شايفين دلوقتي زوم بريس 2-2-1
من العربي 2-2-1. ايوه يا ترى جيفري طلع عدى المفروض تعمل دبل تيمينج هنا صعب جدا جدا. لازم يطلع بسرعه الباص، لازم الباص يا ده طلع الباص. طبعا جود ديفنس من العربي، اداء عالي. ومصطفى نشيد، مصطفى اسرع لاعب هتلاقيه تحت الحلقه. هايل يا مصطفى. بوبو هيروح، بوبو راح يعني بعنتريه كده ودخل على الباسكت، لكن خد فاول من ويست. هاي شوت اثنين، السكور 68-55. يعني السكور دلوقتي فيه فرق 13 بوينت. 68-55 لصالح نادي العربي. بيسجل بوبو يقرب السكور شوية. 56. حد يقول لي بقى يعني هل ممكن الماتش يرجع لنادي الخور تاني؟ والله ما فيش حاجة بعيد، يعني الأمور سهلة، لكن لو استمر العربي جاري والسرعة كده يبقى صعب جدا على الخور. بدأ كمان الخور يضغط على العربي، لكن الراجل ده طبعا يعني صعب جدا. ويسجل ويست ليصبح السكور 70-57. بوبو جيفري بيحاول، الخور يحاول ونايف بيشوت، لكن شكلها مش هتوصل فعلا. اير بول وسبب بيجري، شايفين لو حضرتك شافوا كده للعربي، العربي بيجري الخور بيحاول. ريباوند من جيفري، بيحاول جيفري لكن بمهارات فردية، لكن رايح فين ده ويست تحت الحلقة، هي دي المشكلة. ويست استلم وسلم سيجي، لكن مامادو عمل فاول. طبعا لو لاحظنا هنلاقي مامادو في الشوط الثاني أداؤه مختلف تماما عن الشوط الأول. يعني الشوط الأول كان بيسجل 3 بوينت وكان بيدخل وكان بيعمل ريباوند، لكن واضح عليه جدا الإجهاد. زي ما قلنا يا جماعة، اللياقة البدنية بيبقى ليها دور كبير جدا في نتيجة وأداء يعني الفرق. سي جي بيسجل الأولى 71-57 وبيسجل الثانية كمان. سي جي زي ما قلنا لعيب مميز، وفي تغيير، أحمد هشام نازل وهيطلع محمد نايف. مامادو لجيفري، جيفري 72-57، يعني السكور 15 بوينت. يعني شاف إصرار على الفينش من تحت الحلقة، وده يعني أنا شاف إنه هو صعب. سي جي لمصطفى نشيل، والراجل يا راجل يعدي في الحلقة خلاص. زي ما قلت لكم مصطفى نشيل بصراحة يعني إضافة لنادي العربي مصطفى لاشين، وكان ليه دور كبير جدا مع الفرقة في كأس قطر في النهائي، حتى أدى يعني سجل 22 بونت، ولعيب مميز جدا مصطفى. واحنا شايفينه هو في الترانزيشن بينفذ فكر مدرب وموفق، يعني سواء دفاعيا أو هجوميا. نادي الخور دلوقتي خد تايم اوت دكتور مصطفى، لأن السكور طبعا بعد في فرق كبير طبعا دلوقتي في السكور 74-57 تقريبا 17 بوينت. عايز اقول يعني او احنا اتفقنا من الاول ان النادي العربي عنده القدره انه في اي لحظه انه ممكن يفتح السكور، وده طبعا يعني راجع للخبرات اللي عنده والاستراتيجية النادي العربي، ان هو مع الوقت بيقدر يكمل ويجري. ده طبعا ناتج عن وجود لعيبة على مستوى عالي، فترة اعداد قوية، لكن طبعا ده لا ينقص من اداء نادي الخور، الاداء الهائل اللي امتعنا به في الكوارتر الاول والثاني وكمان الثالث، يعني كان اداء هائل. لكن طبعا واضح الاجهاد على اللعيبه في الكوارتر الرابع، وده ادى الى ان السكور يبدا يفتح كده 57-74. لكن اعتقد ان احنا كلنا كنا متوقعين ان يعني زي ما كنا بنقول في الاول، هل هيقدر الخور يكمل لغايه الاخر؟ وهو فعلا الخور لحد دلوقتي ما قدرش في الكوارتر الرابع يقاوم.
هنشوف برضو الكم دقيقة دول، 6 دقايق و35 ثانية هيحصل فيهم ايه. احمد هشام بيسلم لمامادو اللي هو واقف في الكوارتر الثالث والرابع، كان اداؤه شوية اقل من وجيفري كمان تعب يعني، بنشوفه انه كتير بيقع. جيفري بوبو عمل له سكرين، عمل له سكرين بوبو واستلم بوبو، هيروح برضه تعالى براش جيفري هيشوط، باقي ثانيتين هيشوط شوط. خالد عمل فاول في يعني فاول يعني كانت فعلا يعني كانت الكوره بره طالعه بره اير بول، لكن هو مع الاسف حط ايده فخد فاول. جيفري هيشوط 3 كور ممكن يسجلهم. جيفري لعيب خبرة كبيرة، وطبعا خبرة كبيرة في الدوري القطري كمان، جه لعب هنا من فترة طويلة يعني، افتكر جيفري يمكن من 10 سنوات كان بيلعب مع نادي قطر وحقق معاه بطولة، هو لعيب جامد يعني. سجل الأولى ما سجلش الثانية، لسه الثالثة بقى في اللعب، كرة في اللعب، كرة في اللعب. سجل التانية دلوقتي السكور 74-59 وبيحاول يضغط، لكن خالد بيجري وبيسلم سي جي. سي جي طبعا اكيد هيهدي الملعب، اكيد واخد تعليمات هدي الملعب، هدي الملعب. سي جي بيهدي الملعب دلوقتي، خالد هيروح الباسكت وفعلا راح وسجل. منين سجل؟ من فوق ايد بوبو، الراجل ده كان طاير فوق. هايل يا خالد. جيفري، جيفري، جيفري راح لوحده وبيسجل. جيفري ويست طبعا يعني سابه، سي جي، سي جي، سي جي بيسلم ويست، ويست لسامي، سامي، سامي. طبعا بدا العربي خلاص السكور رفع، بدا يخلص في نهايه الهجمه يعني منتهى السلاسه والاداء بقي فيه يعني لمسه جماليه كده من النادي العربي. السكور دلوقتي 78-61 فارق 17 بوينت. يا ترى مامادو هيعمل ايه؟ لو تلاحظوا يا جماعه حتى الـ يعني الاجهاد باين يعني، في اجهاد طبعا كتخير اللعيبه يعني. وظهور احمد سعيد اللعيب الصاعد اللي امتعنا بمباريات كتير مع نادي العربي، لعيب مميز ويعتبر اكتشاف يعني. جيفري بوبو جاي يعمل له سكرين، لكن جيفري طلع وشاط وما جابش، ما جابش. سامي بقى طالع بالكرة، تيجي في رجل البهاري، سامي بيطلب فوتينج لكن الحكم بيقول له ما فيش. كابتن سيف الدوسري اداله، ادى سامي تكنيكال فاول، هيشوط البهاري تكتيكال فاول. هيشوط مين اللي هيشوط يا ترى؟ بوهاري ولا مامادو؟ مامادو اللي هيشوط. لا والله جيفري، لا بوهاري ولا مامادو، جيفري اللي دخل يشوط. جيفري بيسجل وياخد الكرة في نص الملعب. الكرة مع مصطفى العشيد، مصطفى بيسلم خالد، خالد لشيل 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 لشيل، سامي 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 هيشوط بتاعته، بتاعته لعيب يعني في عنده في أي وقت ممكن يسجل يعني، ممكن يجيب لك الجيم في أي لحظة. 81-64 جيفري ونادي الخور يحاول، يحاول البحث عن تسجيل، لكن سامي بيطلع ويجري، يجري. شايفين مصطفى العشيد فين؟ احمد سعيد راح، لكن وقف احمد هشام علشان ياخد اوفنسيف فاول، لكن كابتن سيف بيقول له انت اتحركت من مكانك وفاول على احمد هشام، وكده احمد سعيد هيشوط كرة
كورتين. انا شايف ان احمد هشام غالبا هيتغير، طالب تغييره. احمد هشام فعلا طلع ونزل علي. علي الكواري نزل مكان احمد هشام. احمد سعيد زي ما قلنا لعيب صاعد، لعيب هادي، عنده ستايل ايده كويس سواء من الثري بوينت او من الفاول شوتنج. احمد سعيد سجل الاولى وسجل الثانيه كمان. بوبو، علي الكواري، علي لجيفري. باقي 3 دقايق و 58 ثانية وما زال السكور 83-64 وما تجيش برضه. وسامي بيطلع بيجري، سامي بيعمل كورة كده استعراضية لسعيد لمصطفى نشيد. الراجل ده بيدخل صعب لكن وقف له بوبو وجيفري قطع. لكن شايفين كم واحد من النادي العربي؟ 3-4 راجعين بمنتهى السرعة. وجيفري بياخد فاول. فارق 19 بوينت وباقي 3 دقايق و33 ثانية. طبعا الفارق كبير والأداء في النادي العربي هو الأفضل، هو المسيطر، هو اللي حاسم الجيم لحد دلوقتي، هو اللي ماسك مجريات المباراة وبيسجل جيفري. ويست مش لاقي حد يديله، سلم مصطفى. أحمد سعيد خالد لمصطفى لاشين لاحمد سعيد اللي هيشوط ما شطش. طبعا واضح كده انه مرضين تعليمات، بنخلص فخ ال 24 ثانيه. ويست لاحمد سعيد اللي هيشوط، وفعلا شاط احمد سعيد ما جابش. بوبو لم ريباوند. جيفري هيجري جيفري بيسلم لبوبو اللي كده يروح على الحلقه، وراح بس ضيع، راح ضيع بوبو بس ايده كملت جت في وش ويست. وسامي لكن شكلها عالية. وأحمد سعيد برافو يا لشين بيعمل باصة كده في الهواء لأحمد سعيد اللي بيسجل منها باسكت. 85-67 وبيروح جيفري بالمهارة الفردية بيسجل علي كوار. علي هيشوط ميديم برضه مش هتيجي شكلها. خالد لسامي، عايز أحط بنك بقى. خالد بيسجل، سامي بيسجل 87-67 فرق 20 بوينت. زي ما قلنا يعني صعب جدا لياقة نادي الخور تقدر تسعفه قدام الجري اللي بيحصل في الملعب ده. اللعيبة طبعا كتر خيرها، غياب المحترف طبعا مأثر على نادي الخور كتير، وجود يعني في ناس إصابات بره، أنا شايف في ناس قاعدة مع نادي الخور برضه مصابة، فده أثر على أدائها أكيد في الملعب. غياس نزل، انا شايف غسان نزل في النادي العربي. غسان لعيب صغير ولعيب مميز وعنده شوطه كويس جدا وكنتروله على الكوره هايل، من اللاعبين اللي مستقبل غسان. برضه الكومي نزل، بوهاري طلع بره والكومي نزل. كومي لعيب صغير، الكومي من مواليد 2003 لاعب منتخب قطر مرحله الناشئين. خالد بيعمل بتوين ليج بس الكره خبطت في رجله وبدا يطلع، والحكم حسب 8 ثواني لتاخر خالد في نص ملعبه. 8 ثواني دي طبعا لوائح اللعبه، المفروض يعدي نص ملعبه قبل انتهاء 8 ثواني. كابتن جاسم هيسلم الكره مامادو بيسلم الجيفري. دقيقتين 16 ثانية والفارق 19 بوينت. برضه بره أحمد سعيد بيلم ريباوند لكن بيدخل وسط اثنين لعيبة، وده طبعا يعني المفروض أكيد الكابتن هيقول له ده ما تعملش كده تاني. بوبو دخل عمل بقى إيه دانك، إيه بينتقم. السكور كده 70 وخالد بيجري بسرعة
وبيسلم ويست. ويست بيحاول يلعب الهاوي. غسان غسان شاط لك ما تجيش. احمد سعيد احمد سعيد بيسلم غسان تاني. غسان شايفين المهاره بتاعته ما شاء الله عليه ما شاء الله المصر هايل. واحمد سعيد شاط لكن ما تجيش يعملها فولو ويست فولو دانك. علي الكواري مبادو دقيقه 30 ثانيه والسكور 89 70 لصالح نادي العربي. جيفري 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 لكن طبعا ضد الخور يعني يحسب له ان هو لسه يعني ما زال يلعب ومش مستسلم واداء وروح في الملعب. جيفري بيسجل 72 89 الكره مع مصطفى لاشين. مصطفى لاشين لاحمد سعيد. احمد سعيد بيسلم لغسان اللعيب الصغير الموهوب زي ما بقول لكم داخل في يعني جبهه من خرم ابره زي ما بيقولوا. يب. كابتن سيف الدوسري حسب الباسكت كاونت وجيفري هياخد وان مور. 91 74 وباقي 59 ثانيه والكوره وان مور مع جيفري. طبعا يحسب لنادي الخور ان هو بيؤدي لاخر لحظه مع وجود الفرق. بيسجل جيفري. خالد مع الكوره. خالد بيسلم غسان. غسان غسان بيمر ده زودها غسان دخل عليه اتنين دبل تيمينج خدوها منه واليوب وبيسجل بوبو. 40 ثانية ويست ويست لخالد هيشوط. خالد فعلا خالد شوت 3 بوينت لكن ما يسجلش. بوبو بيجري مامادو مامادو هيشوط وما جابش. خالد بيلم ريباوند وبيجري. خالد بيجري بيجري واحمد سعيد لكن بوبو بيشيلها له بيشيلها له. جيفري جيفري يا ترى يفهم يروح الباسكت ولا لا. علي الكواري هيجيب لا ما توصلش ما توصلش باين انها ما توصلش. جيفري بيسجل وبياخد فاول. باقي 7 ثواني 91 77 ولكن يعني شايفين المدرب دكتور مصطفى واللعيبه بتاعته شغالين لاخر لحظه ودي حاجه تحسب له. طبعا الجهاز الفني للنادي العربي برضه بيدي تعليماته ان هو اللعيبه تكمل لاخر دقيقه وغير. طبعا نزل غسان واحمد سعيد لعيبه صغيرين بياخدوا خبرات في الكوارتر الرابع. سجل جيفري وسجل كمان الثانيه والفاست بريك لكن علي رجع اراها وجيفري باقي 4-3 والدنك دنك يعني هايل. راجل طالع من بره الزون دنك ساحق وخالد بيشوط لكن ما تجيش وينتهي او تنتهي المباراه. انا شايف سكورين فوق 91 79 تحت 91 81 يا ترى اكيد 91 81 شفنا مباراه قويه جدا. مباراه كانت متكافئه الكوارتر الاول والثاني والثالث. فرقت في الكوارتر الرابع نظرا لفرق اللياقه البدنيه ووجود طبعا المحترفين واصحاب الخبره في النادي العربي. فنقدر نقول مبروك للنادي العربي على المباراه وهارد لك نادي الخور اديت مباراه هايله ورائعه. ونشوفكم ان شاء الله على خير ونسيبكم دلوقتي مع مباراه ما بين نادي الشمال ونادي الاهلي. مباراه قويه جدا وان شاء الله نستمتع جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم